اهلا بحضراتكم. خلينا انا برحب مره تانية بالشيخ احمد دسوقي واحنا بنتكلم برضو في اطار العمل المؤسسي عمل الخير. ويا رب كلنا نشجع بعض على الخير. وبنقول في شهر رجب الطاعات نكثر من الطاعات. هي الطاعات بس في الجامع؟ الطاعات بس بتاخد شكل واحد ولا متعددة ومتنوعة؟ عمل الخير انك تكون جنب الناس، انك تسارع في عمل الخير، تشوف مين محتاج ايه واقدر اعمل ايه. خلي بالك حلوة قوي، تشوف مين محتاج ايه واقدر اعمل ايه. خلينا بكلام بسيط حلو يوصل القلب رسالة، تشوف مين عايز ايه وتعمل ايه. خلينا نتكلم في الخير كده في شهر رجب وسباق ومنافسة. حضرتك العبادات بتاعتنا عاملة زي السبحة. سبحة صلاة وانت واقف في المسجد صف واحد، ولما تخرج بره ما تطبقش وتقف صف واحد جنب أخيك ليس لها قيمة. لذلك ربنا قال وأقم الصلاة، ما قالش وأد الصلاة. لو أد الصلاة تبقى تمارين رياضية، لكن هنا في إقامة. إقامة يعني إيه؟ زي ما كنا كلنا صف واحد داخل المسجد، أخرج كذلك أشوف أخويا محتاج إيه وأنا أقدر أعمل إيه، فنكون بهذا المعنى صف واحد. خلي الشارع زي الجامع. الله. خلي الشارع زي الجامع، أو خليك في الشارع زي ما كنت في الجامع. الله. أيوة. مؤسسة نبض الحياة تقوم بهذا الدور، تقوم بغلق السبحة، إنك حضرتك بتصلي الحمد لله، بتصوم شهر رمضان 30 يوم ولله عز وجل الحمد، عاوز تطلع عمرة بتدور على شركة سياحة تشوف البرنامج اللي يناسبك، 3 أو 4 أو 5 نجوم اللي يناسبك وتروحهم. كذلك شوف كذلك البرنامج اللي هيناسبك ايه في العمل الصالح في مؤسسة نبض الحياة. عندك في مؤسسة نبض الحياة حملات كتير جدا، منها سقي الماء في الأماكن الأكثر احتياجا، سواء في وصلات مية، سواء في حفر أبار لتجميع مياه الأمطار، سواء في حفر أبار ارتوازية، ودي على حسب طبيعة المكان وزي ما بنوضح لكده. لا أنا عاوز أوضح للناس اللي بيشوفونا، ممكن حد يكون بيشوفنا أول مرة، أعرفوا إن حملة إن مؤسسة نبض الحياة دي جميل. فيها حملات كتير جدا، منها سقي الماء، منها سطرة اللي هي بتساعد الأرامل في تزويج الأيتام المديونين، منها حملة دفا زي ما احنا شايفين دلوقتي، حملة اسمها حملة دفا. في حملة سقيا الماء كنت مفكر ان انت بتجيب ازاز مية وتنزل زي الموقف وتروح تدي للناس زي مكان تجمع للناس وتعطي للناس تشربه، فلقيت الموضوع اكبر مما اتصور، اكبر من خيالي، انك بتروح تحفر لناس ابار محتاجين مية، انك بتروح توصل لناس محتاجين مية. وانا في حملة دفا بقول يا جماعة حملة دفا مش بطاطين، زي ما ممكن يتصور ان موضوع سقي الماء انك تجيب ازازه ميه وتشربها لحد في اماكن تجمع الميه، لا، حمل الدفا ده اكبر من البطاطين. انت ممكن تجيب له بطانيه بس عنده سقف وعنده بيته زي ده، البطانيه مش هتسعفه من البرد بنسبه 5%. ليه؟ ما قيمه البطانيه وهي موجوده على جسده والسقف عنده بينزل امطار عليه، بالسقف عنده لا يقي من البروده، في الصيف البطانيه ليس لها قيمه لانه مش هيحتاجها، فالشمس بتأذيه، حرارة الشمس بتأذيه في الصيف. لكن لما أنا أسقف له حمل الدفا بالمعنى الأوسع، أسقف له بيته يحميه في الصيف، يحميه في الشتاء من البرودة، ويحميه في الصيف من الحرارة، ويحميه من الأذى، أي أذى، أي حشرات، أي شيء، بقى أصبح سكن. أصبح يا أستاذ حسن سكن. سكن، والسكن سبحان الله ربنا جعل السكينة في القرآن في 3 حاجات، منهم البيت جعله سكن، والله جعل لكم من بيوتكم ايه سكنا، الله يفتح عليك، والزواج جعله سكن، ومن آياته خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه، وقيام الليل سكن. خلاص قيام الليل سكن، فالثلاثه دول ربنا بيجعل الانسان فيهم سكن. عارف سكن يعني ايه؟ ما فيش عنده قلق، ما فيش عنده توتر. بالله عليك اللي يوفر لاخواننا سقف زي ده، وفر لهم السكينه. وزي ما احنا عارفين ان الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان، كلنا في قلق وتوتر من مشاكل الحياه، عاوز تعالج القلق ده في صيدليه حمل الدفا. خلي بالك يا شيخ احمد، كل الناس في اي حاجه في سبيل اشباع حاجه تظهر حاجات اخرى طبعا. وده كان اول سطر يعني اللي بيدرسوه في الاقتصاد مع مبادئ الاقتصاد، يقول لك ايه؟ في سبيل اشباع حاجه تظهر حاجات الانسان متنوعه في الحياه ولا تنتهي. نعم. فكلنا محتاجين. نعم. فنقول يا رب نحن الفقراء. الله. فتصدق علينا، إنما الصدقات للفقراء. فتصدق علينا برحماتك وتصدق علينا بعطاياك، فكلنا محتاجين لبعض. طبعا. كلنا محتاجين لبعض. يعني هسألك سؤال فضيل الشيخ،
يعني لو حد بيشاف المنظر ده دلوقتي، وده يعني بعض أسرنا الأشد فقرا، نعم، وبعض الأسر بعض الناس، وطبعا في ناس تانية ربنا مقدرها، نعم، فاحنا بنقول اللي ربنا مقدره يساعد المحتاج، يساعد، نعم، وفي نفس الوقت يلي ربنا مقدرك ده انت محتاج اكتر طبعا، ده انت محتاج طبعا اكتر. خلينا نتكلم في المعنى ده. طب لو حد شاف المنظر دلوقتي وقال لك لا ده انا عايز اقوم بالبيت كله، اهلا وسهلا ومرحبا، يا سلام، وعايز اجي عشان اشوف الدنيا بعينيا واشوف ايه، وده اللي انا بقوله دايما في كل حلقه، اقف على البيت لما يتعامل قدام عينيا، كل حلقه بقولها وبتكلم فيها بقول يا جماعه من ايه ده، دي صدقه يعني الجريه. بتكلم عن تسقيف البيوت، ولكن في حد من الساده المتبرعين، من الساده المحبين، شاف لا ده انا عايز اعمل بيت، اشيل البيت باكمله، وعاوز اجي اشوف ده بعيني، ايوه، اهلا وسهلا. ودي اللي انا بقوله، باب المصداقيه انك بتعمل في النور اصلا، انك بتعمل في المكشوف يا رب، في يا اي رب حمله يا من رب حملات مؤسسه نبض الحياه، بتيجي تعمل، بتحفر بير، بتصور البير فيديو وتوثقه وبتعمل لوكيشن ليه وتبعته للمتبرع، تعالى في اي وقت تشوف البير بتاعك وهتلاقي اسمك موجود عليه. عاوز تيجي مع المؤسسه وهي بتفتتح البير، اهلا وسهلا. في اي شيء، في وصله ميه، في تسقيب بيوت، تعالى حضرتك شوف الناس دي فعلا محتاجه ازاي. وانا على يقين ان حضرتك لو انت جيت وشفت احتياج الناس للسقف هتلاقيه في حاجات كتيره جدا، في تحت السقف ده في جوع، تحت السقف ده في امراض، تحت السقف ده في جهل، اطفال للاسف محرومين من التعليم، هو اصلا لو عايزين في تحت السقف ده في ناس عايزه تتعلم، عاوزه اتعلم، مش عايزين عايزين في ناس عايزه تتعلم، في ناس عايزه تهتم بصحتها. انا لو رحت يعني عارف ليه بقول لحضرتك تيجي، وجود حضرتك هي مهم جدا، اللي هيعالج حاجات كتير جدا. علشان كده مؤسسه نبض الحياه بتعمل في النور، في المصداق، والمصداقيه ما بتقولش لا ما ينفعش تيجي، لا تعالى وشوف. ولو حضرتك تقدر تسقف اوضه جميل، ما تقولش لازم البيت كله، لا، القليل في نظرك هو الامل لغيرك. يعني دايما واحنا بنتكلم في هذه المعاني، ومهما عملنا ومهما عملتم دايما، وخلي ده معاك دايما، يا رب التوفيق من عندك يا رب. مهما أخذت بالأسباب، نأخذ بالأسباب كلها ونجتهد بجوارحنا في أن نأتي بالأسباب أو نأخذ بالأسباب، ولكن يظل كلمة السر دايما. اللهم وفقنا يا رب، واللهم اجعل كل أعمالنا خالصة لوجهك يا رب العالمين. فاصل ونرجع لحضراتكم، وخليكم معنا دايما.